صف الثالث المتوسط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكمل مركبات عنصر السيليكون الفصل الخامس لمادة الكيمياء الصف الثالث المتوسط. في المحاضرات السابقة تعرفنا على أول مركب من مركبات السيليكون، هو مركب السيليكون مع عنصر الهيدروجين اللي هو الهيدريدات. المحاضرة هذه هنتعرف على مركبات السيليكون الأخرى. المركب الآخر من مركبات السيليكون هو مركب السيليكون، تفاعل السيليكون مع الأكسجين حينطيني أولا ثنائي أكسيد السيليكون SiO2 أو السيليكا، هاي أولا، وثانيا حينطيني السيليكات. إذن تفاعل السيليكون مع الأكسجين حينطيني نوعين من المركبات. النوع الأول هو السيليكا SiO2 ثنائي أكسيد السيليكون. لو نأتي على تواجد ثنائي أكسيد السيليكون السيليكا في الطبيعة، يتواجد ثنائي أكسيد السيليكون في الطبيعة يا أما على شكل اللي هو السيليكا نفسه، يا أما على شكل سيليكا نقية، أو على شكل سيليكا غير نقية. سيليكا نفسه يا أما على شكل سيليكا نقية أو على شكل سيليكا غير نقية. سيليكا نقية مثل عندكم حجر الصوان والكوارتز، هي مواد صلبة جدا. إذن هذا أول تواجد من تواجد ثنائي أكسيد السيليكون في الطبيعة، يا أما على شكل سيليكا طبيعة نقية، وهذه أيضا تعتبر فراغات. سيليكا نقية عندكم مثل حجر الصوان والكوارتز تعتبر سيليكا نقية. أما السيليكا الغير نقية هي الرمل. إذن من مركبات السيليكون مع الأكسجين هو أول مركب عندي السيليكا. إذن لو نأتي على السيليكا اللي هو ثنائي أكسيد السيليكون، أين يتواجد في الطبيعة؟ السؤال، أين يتواجد ثنائي أكسيد السيليكون أو السيليكا في الطبيعة؟ أولا يتواجد بشكل سيليكا نقية مثل حجر الصوان والكوارتز، وهي مواد شديدة الصلابة. أولا حجر الصوان الكوارتز، ثانيا سيليكا غير نقية مثل الرمل الذي يكتسب ألوان مختلفة نتيجة احتوائه على الشوائب، وأيضا ممكن تأتي على شكل فراغات سيليكا نقية حجر الصوان والكوارتز، وتعتبر مواد شديدة الصلابة. علل، تستعمل السيليكا النقية مثل حجر الصوان والكوارتز في قطع الزجاج وتخديش الحديد، فحيكون الجواب لأنها مواد شديدة الصلادة. السيليكا النقية تعتبر مواد صلبة جدا. أيضا لو نأتي إلى، ممكن يجيكم على السيليكا الغير نقية تعليل الرمل، أو يقول لكم السيليكا الغير نقية تكتسب ألوانا مختلفة، فحيكون جوابكم نتيجة احتوائها على الشوائب. نأتي الآن، هذا كل ما يخص سؤال وزاري، ما هي أهم خواص السيليكا، أو ما هي أهم خواص ثنائي أكسيد السيليكون؟ هذه وزارية الخواص. الخاصية الأولى، السيليكا غير فعالة عند تعرضها للكلور أو البروم أو الهيدروجين ومعظم الحوامض. إذن أول خاصية، السيليكا هي مادة غير فعالة. باء، تتفاعل مع الحوامض مثل حامض الهيدروفلوريك والقواعد مثل هيدروكسيد الصوديوم. نأتي إلى معادلة تفاعل السيليكا أو ثنائي أكسيد السيليكون مع حامض الهيدروفلوريك، حينطيني سداسي فلوريد السايلين زائد الماء. نأتي أيضا إلى تفاعل ثنائي أكسيد السيليكون مع هيدروكسيد الصوديوم، حينطيني سيليكات الصوديوم زائد الماء. نجي من خواص السيليكا، لها قابلية على التفاعل مع الأكاسيد أو الكربونات بالتسخين الشديد، حيث تتفاعل مكونة السيليكات. إذن السيليكات
لو أجي أعرفها هي مركبات ناتجة من تفاعل السيليكا مع أكاسيد أو الكربونات بالتسخين الشديد. الخاصية الرابعة من خواص السيليكا أو ثنائي أكسيد السيليكون عند إضافة حامض إلى المحاليل المائية للسيليكات القلوية يعطيني سيليكا مائية. هذه السيليكا المائية إذا جففتها راح أحصل على مسحوق غير بلوري يسمى جل السيليكا. جل السيليكا طبعا مهم بالوزاري، اللي هو يعرف بجل السيليكا هو مسحوق غير بلوري يستعمل بصورة رئيسية كعامل مجفف. ليش يستعمل جل السيليكا كعامل مجفف؟ وذلك لزيادة مساحته السطحية وقابليته على امتصاص الماء. هذا هو جل السيليكا، وهذه هي خواص السيليكا. نأتي إلى المركب الثاني الناتج من تفاعل السيليكون مع الأكسجين، هو السيليكات. طبعا السيليكات تنتشر بالطبيعة وتكون مع الأكسجين حوالي نسبتها 74%. ومن أهم السيليكات المنتشرة بالطبيعة هي سيليكات الكالسيوم وسيليكات الصوديوم، لكن سيليكات الصوديوم هي أكثر السيليكات انتشارا في الطبيعة. إذن السيليكات سيليكات الصوديوم، أكثر السيليكات انتشارا هي سيليكات الصوديوم اللي هي صيغتها الكيميائية Na2SiO3. اللتان يحضران طبعا معادلاتهم مهمة جدا، هي تفاعل أكسيد الكالسيوم زائد ثنائي أكسيد السيليكون حينطيني سيليكات الكالسيوم، وأيضا تفاعل كربونات الصوديوم مع ثنائي أكسيد السيليكون حينطيني سيليكات الصوديوم. أكثر أنواع السيليكات انتشارا كما ذكرنا بنات هو سيليكات الصوديوم، أكثر السيليكات انتشارا. طبعا المحلول المائي المركز لسيليكات الصوديوم يسمى بماء الزجاج، وماء الزجاج مهم في الوزاري. ماء الزجاج يستخدم في مجالات صناعية مهمة مثل حماية الأقمشة والورق من الحرائق، ويستعمل كمادة لاصقة رخيصة وأيضا في البناء. فتعريف ماء الزجاج اللي هو شحتبره هو المحلول المائي المركز لسيليكات الصوديوم، وأكتب صيغتها اللي هي Na2SiO3. ماء الزجاج هو المحلول المائي المركز لسيليكات الصوديوم وصيغتها Na2SiO3. تستخدم أهميتها طبعا لماء الزجاج أهمية سيليكات الصوديوم، وأكتب صيغتها اللي هي Na2SiO3. ماء الزجاج هو المحلول المائي المركز لسيليكات الصوديوم وصيغتها Na2SiO3. تستخدم أهميتها طبعا لماء الزجاج أهميته في مجالات صناعية مهمة، حماية الأقمشة والورق من الحرائق، وفي كمادة لاصقة رخيصة، وفي البناء. هذه هو استعمالات ماء الزجاج. طبعا ماء الزجاج وزاري مهم. نأتي إلى المركب الثالث من مركبات السيليكون، هو كاربيد السيليكون ناتج من اتحاد الكربون مع السيليكون. طبعا كاربيد السيليكون هذه هي بنيته البلورية. كاربيد السيليكون بسبب هاي بنيته البلورية كل سيليكونة وحدة، كل ذرة سيليكون محاطة بأربع كربونات. بسبب هاي البنية مالته جعلت بنية كاربيد السيليكون مشابهة لبنية الماس، وكلنا نعرف انه ماء الماس هو صور من صور الكربون، ويعتبر اصلب المواد في الطبيعة او اصلب مادة في الطبيعة هو الماء.
ياكم تعليل. طبعا هاي كلها مطيتكم اياها الملخصات والتعاليل بنات، ارجعوا للملخص موجود عندكم. ليش اني كاربيد السيليكون بنيته مشابهة للبنية الماس؟ وذلك اقول لان كل ذرة سيليكون محاطة باربع ذرات من الكربون مرتبطة باواصر تساهمية، فهذه البنية الصلبة جدا لكاربيد السيليكون جعلت من كاربيد السيليكون اهمية، وهي استخدامه كمادة جارية كما في ورق الجام. إذن أهمية كاربيد السيليكون أهميته كمادة جارية. أيضا يستخدم مع الطين أو سيليكات الصوديوم. نأتي إلى آخر مركب من مركبات السيليكون، هي السيليكونات. طبعا تعريفها وزاري، السيليكونات هي مركبات عضوية غير سامة ومستقرة ذات مدى واسع من درجات الحرارة. وأمثلة عندكم ثلاثة على السيليكونات هو زيوت السيليكون ومطاط السيليكون وراتنجات السيليكونية. زيوت السيليكون تضفي أهميتها على السطوح الطبيعية، تكون مانعة للالتصاق أو مضادة للرطوبة. أما مطاط السيليكون يكون أكثر استقرارا حراريا من المطاط الهيدروكربوني. وأيضا نأتي يستخدم مطاط السيليكون في صناعة القوالب وفي الحمامات والمطابخ. أما راتنجات السيليكونية تستخدم كمواد عازلة كهربائيا التي تجعل مواد البناء مضادة للماء أيضا. فهذه كلها بنات بالملخص الموجود عندكم. أما الواجب في الدرس القادم هو حل أسئلة الفصل الخامس.